اتصرف ازاي؟ وانا مالك؟ انت مالك ازاي؟ مش انت وزير الاسكان حسون احمد حسونه؟ مفيش غير الفيلا بتاعت سيدي بشر. تاني يا ابني لازم نبقى بنات. طب وايه يعني؟ طب واحنا يعني مش قد المقام ولا ايه؟ عملته ده ايه؟ بتمرن. وكل اللي مطلوب بعد كده ان احنا نغير هدومنا بس. يا شيخ اتنايل، احنا حلتنا غير بدله واحده. ومين قال ان احنا هنلبس بدل؟ امال هنلبس ايه؟ شوف اما اقول لك، انا لا يمكن البس فستان. خلاص خلينا نبات في الشارع. ما تحاولش تأثر عليا، مش هلبس فستان يعني مش هلبس فستان، لما يكون مين؟ ما اقدرش انا البس فستان. أنا لما أقول مش هلبس فستان يبقى لا يمكن ألبس فستان. ناويني الباروك؟ يا خسارتك يا زغلول. يا فضيحتك في البلد يا زغلول. زغلول مفيش. أنت دلوقتي اسمك بهيرة. تعالي يا اما شوف ابنك بقى ايه. انت بتقول اسم ايه؟ بهيرة. وانا شهيرة. تعالي يا اما شوف ابنك فحيرة. شفيرة. فحيرة. تعويرة. ها الهدوم مقاسكو؟ ايوة يا قبلتي. استنى اما اظبطها لكن قولولي ليه عايزين تعملوا بنات كده؟ علشان هو اصله قد كده فمركبش في ال يعني في المطرد. بصراحة يا ست فوزية، احنا بناخد درس خصوصي عند واحدة أستاذة في الجامعة، ست مفيش أختها، نتيجتها 100%، بس جوزها بقى راجل قفل ومنع أي راجل يخش البيت، اتفقنا معاها إن احنا ندخل البيت على هيئة بنات، صح؟ صح. علقي بقى البدلتين عندك لحد الصبح. وحتى نتاعه على البيلة. أنا ما استلمتش غير بدلة واحدة. فين بدلتك؟ معلقها هنا. اقلع. أبرد. ابرد. هتقلع يعني هتقلع. بقول لك لما اقول لك هتقلع يبقى تقلع. ما تمسكنيش ولا ما واسمع ما حدش يمسكني من اللي فات. سيب ابرد يعني ابرد. سيب قلع. ايه مفيش ولا تاكسي؟ مش هنلحق المحاضرة على فكرة، ده احنا بقالنا نص ساعة واقفين. معقول الوقفة والعطلة دي كلها؟ مفيش فايدة في التاكسيات دي. أنا رايح لغاية الشاطبي، لو كنتوا في سكتي اتفضلوا. يلا نركب. نركب مع واحد غريب معقولة دي؟ نتعرف ليه؟ ما يبقاش غريب. أنتي مجنونة. أنا مادام واثقة من نفسي ما يهمنيش. ما احنا دخنا هو مش لاقيين تاكسي. يلا بلاش جبن بقى. بالعكس، ويا ريت تدوني الشرف ده كل يوم. ودي معقولة؟ وفيها ايه؟ العربية فاضية وده طريقي للشركة بتاعتي كل يوم. انت عندك شركة؟ ايوه، شركة حمدي للاستيراد والتصدير. ويا ترى عاملين ايه في السكن؟ ساكنين في الكندا ولا بيت طالبات؟ في الفيلا طبعا. فيلا؟ الفيلا بتاعت عمي. ايه؟ عمك. طبعا اذنكم. باي باي. باي باي. باي. ايه المجنونة اللي انت بتقولي ده؟ اسكتي. باين عليه غني قوي. وانت كمان بتقولي له الفيلا بتاعت عمي. صحيح. الله؟ طبعا. بعدين يفتكر اننا اقل منه اذا كان هو عنده عربيه
انا عندي فيلا بتمن عربيته 20 مره. الله. ده انا هخم حته خمه. صباح الخير يا عم علوان. الله، وانت تعرف اسم منين يا حلوه؟ فضحتني يا غبي. هو في حد ما يعرفكش يا لئيم؟ عارفينك من صحاباتنا اللي ساكنين عندك. عاوزين اوضه. وشوف اهو، افتكر ملكش حاجه بعد كده. خف شويه هتفضحنا. ايوه بس اصل ايه تاني؟ ما احنا عملنا اللي انت عايزه اهو. ده احنا جبنا الفساتين دي بالعافيه ورهنا البدل. اوعى شيخ، اصلكم جايين في وقتي مش هو. اعمل معروف يا عم الوان. ده احنا استوينا يا جدع. يا خساره، مفيش ولا اوضه فاضيه. ما تكدبش يا عم الوان، الاوضه البحريه فاضيه. والاوضه اللي في الجنينه فاضيه، اديها لهم. لا لا، الا دي اصلها مخزن. اعمل معروف يا انكل، ما يلاقيش حد في الكافيتيريا. يعني يرضيك بهدلتنا في الشوارع والمعاكسه والقرص وقله الحياه؟ بص شو يعني، هم اللي هياخدوها احسن منهم. ربنا يحميكي يا شابه. حرام عليك يا عم الوان، دول بالذات هاخد فيهم رفد. مش هتصلي على النبي بقى؟ يلا بقى يلا بقى عشان خاطرك. يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى شيل يلا يا جدع. مش كده اتفضلوا الاوضه ايه، وربنا يستر بقى. احنا متشكرين قوي يا عم. العفو يا طلعه، يا بلع بطاطا ولا ايه؟ انت بتتكلم من ايه؟ ورينا حاطط ايه في زورك. مفيش حاجة وشرف بابش ولا. انت لازم تتكلم زيي على فكرة. انا معرفش. خلاص يبقى نقول عندك برد مزمن ونزل. انت عارف ابوه وابوك بيعملوا ايه عشان يبعتوا لنا 10 جنيه كل شهر؟ عارف، اشتغلوا اوفر تايم عند البشخ الغفر وجايبنا في ملقى في بنات. ادي دقني لو فلحنا. دهنك ايه يا وليه انت؟ ايه يا بنت الطعامة دي؟ ما خلاص بقى عليه العوض. ما تجيبي بوس يعني. ولا ايه؟ ده احنا جدعان قوي. احنا جدعان سوا. ولا يا دهمد يا دهمد، انا بهنظر. انا بهنظر يا خراشي يا خراشي. تسكن اتنين من ورايا وكمان تقعدهم في اوضه واحده يا ضلالي. بتبصم تقول ايه؟ اتفضل يا فندم. شاكر يا نسا. يا نسا. نعم. هاتي لي دوسيه شركه بلاستيك. حاضر. فهمني سنهم قد ايه دول؟ شكلهم ايه؟ حلوين؟ ما هو